السلام عليكم، معكم سليمة العسالي أو الملقبة بالوحشة، عاشقة للرياضة كم الأجسام. بديت رياضة كم الأجسام على لاج ديال 19 عام في 2012. من صغري وأنا كندير رياضات بزاف، حتى لواحد النهار اللي غنكتشف رياضة كم الأجسام وتفاجأت أنه ما كانتش حتى شي بنت كديرها في المغرب. دونك كنت بغيت ندير انايا، ماشي باش نكون انا الاولى، ولكن كان عندي واحد يعني باغا نعرف شنو هي هاد الرياضه، شنو كدير الى اخره. تلقيت راسي 10 سنين وانا كنترين. من نهار بديت وانا كنلقى عوائق لحد الان، غير هما نقصات الحده ديالهم هاد الساعه هادي، بحكم يعني عرفوا ان هاد الرياضه هي مفيده والى اخره. غير هو في الاول كان فريمون واحد الضرف التام، لا من المجتمع لا من العائله او الوالدين، والحمد لله ما بقاش هادشي. دابا صراحه انتقادات كاينين يعني كما درتي غادي يكونوا انتقادات. داكشي علاش انايا قررت انني نتابع ممارسه الهوايه ديالي، واخا كاينين انتقادات واخا كاينين اي حاجه، واخا شحال هادي كانوا كياثروا فيا، ولكن الان عاد فهمت انه كل واحد حر في يعني في لوبينيون ديالو، وكتبقى كدير داكشي اللي بغيتي. هاد الساعه هادي مرتبطه بالبارة صراحه ما تحت بكطيح في راسي حتى شي حاجه من غير الرياضه، حيت فريمون شي حاجه اللي بالنسبه ليا مونطال اكثر من فيزيك. دونك هادشي علاش مرتبطه بزاف بالرياضه كما الاسم. لا صراحه بالعكس، من حدي كنتريني، من حدي كنقي لونتوراج ديالي والناس اللي غيحكموا عليا بالمظهر ديالي. يعني الا كان شي واحد من الاول غادي يحكم عليا انني عندي عضلات كبار ولا غنخلعوا ولادي، يعني من الاول ما عنديش ما ندير بهذاك الشخص. كنبغي الناس اللي دايرين بيه يكونوا كيشوفوك كشخص، كتفكير، كعقليه، كمعاملات، اخر حاجه هي الفيزيك. انا الخدمه ديالي هي مصممه جرافيكيه اللي هي جرافيك ديزاينر، ولكن في نفس الوقت كنعشق الرياضه. دونك خليتها تكون يعني بحال واحد الخدمه ديالي الثانيه على السوشيال ميديا، فين كنبغي نشارك فيها يعني نصائح، تمارين رياضيه، اي حاجه اللي يقدروا يستافدوا منها الناس، خصوصا العيالات. كاين الرياضه للنساء، وكنشوف تبارك الله بزاف العيالات داروا بزاف الحوايج. يعني انا كنعتبر راسي يعني كهاويه لهاد الرياضه، ولكن كاينين شي بنات مشاو بعيد في الرياضه، سورتو في المغرب، نظرا لان ماشي ممكن في المغرب، مازال ما شاركش فيها. دونك كنطمح نشارك على برا، ولكن ما كرهناش تكون شي حاجه في المغرب. رمضان الحريره لا في رمضان ان شاء الله بغيت نهضر اكثر على التغذيه، يعني واخا انا ماشي اخصائيه، ولكن عندي واحد المعلومات بازيك اللي ما بغيتش نخليهم من راسي، بغيت نشاركهم مع الناس اللي متبعيني. نبغي نقول البنات اللي كيديروا حتى هما كمال الاجسام، كنقول لهم تبارك الله عليهم، كنحيهم على الشجاعه ديالهم، لانني انا فاش بديت كليت دق مزيان، وجو بونس هما كيدوزوا من نفس الحاجه، كيكون عندهم صراعات ولا شحال من حاجه. وكنشكر حتى البنات اللي كيشاركوا هذاك الشيء باش ينسبيرو البنات الصغار حتى ما يطلعوا صحاح.